يا اهلا ومرحبا وحيا الله كل اللي تابعونا ويشوفونا الان وفتحوا حلقات روتانا الخليجيه عشان يبداوا معانا حلقه جديده من برنامج ساعه شباب اللي بنطلع لكم كل يوم ان شاء الله. بنستانس في متنوع الفقرات وايضا الضيوف اللي بيشرفونا كل يوم وايضا سؤال حلقه اليوم اللي شويه خيال رح نستمتع فيه. قبل هذا كله مساء لكم بالخير وعلى لمياء غالب. مساء النور عليك طراد اكيد والله. ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا الخليجيه في بدايه حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب اللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المميزه والمتجدده. واكيد اقول لكم ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب خصوصا مع اخر حلقاتنا لهذا الاسبوع. وان شاء الله ما تكون اخر ايام الشتاء اللي احنا فيه لانه مستمتعين بالجو جدا والنفسيات تغيرت والحياه صارت أجمل والبال صار طويل والصدر صار وسيع والناس صارت تضحك وتروح دواماتها وهي مبتسمة وهذا اللي صرنا ملاحظينه. آخر شيء حتى في الدوامات وقت الشغل الواحد صار يسأل زميله أي حاجة بطريقة مختلفة. فعلا أجواء الشتاء جميلة جميلة جدا. ولو تخيلنا والدليل طبعا زي ما أنا موجود قدامكم الآن مستانس وسعيد والله أنا طول السنة يا عنود. كيف يعني بس اليوم يا عنود تورطيني؟ لا 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 أنا عكسك تماما طراد. بنشوف الناس كلها في السوشيال ميديا ما يبغوا يروحوا دوامات يستغلوا الأوقات الجميلة اللي بنشوفها والأجواء الجميلة في البحر وفي الكورنيش. ما يبغوا يداوموا حقيقي يعني حتى الناس يقولون أنتوا ليه بتداوموا أنتوا ليه بتروحوا لازم تستغلوا الوقت خصوصا فترة الصباح والظهر تكون الأوقات جدا جميلة. بس صراحة بعض الأشخاص ما بيفضلوا أبدا الأجواء هذه خصوصا من شدة الزحمة اللي بتكون في الطرق. يعني أنا اليوم جاية وأمس نفس الوضع ترى طريق الملك والتحلية مقفل حقيقي مرة زحمة صادقة. فبعض أحيانا كمان الأجواء الشتوية تخلينا نحس بنعاس نحس أن نحن نبغى ننام ما نبغى نتحرك نكون مرة كسلانين خلاص نبغى نجلس ونستمتع بالأجواء الجميلة صحيح. يعني حقيقي في تناقض بعض الشيء في تناقض بس الأغلب طبعا هو الهواء الجو البارد دائما يخلي الواحد يهدى. حتى لو نجي نلاحظ يعني وقت الحر وقت ما نكون حرانين ويعني الوضع شوية يعني شوب زي ما بيقولوا بيطفش وبيتعب عشان يروح وما بيعرق ويبغى يحافظ على نظافة نفسه كده وهدمته بدل ما يقعد يخربط في الملابس ويقعد يعصب مع زحمة الطريق والحر. فعشان كده احنا حاولنا نتخيل تخيل كده سريع في سؤالنا امس اللي طرحناه على تويتر وقلنا لكم لو كانت لو تفتحوا من الشيطان لكن هذا خيالي جدا وبعيد كل البعد عن المجتمعيات. اذا كانت السنة كلها شتاء وصادف بس يوم واحد يكون صيف عندك في هذه السنة كلها إيش ممكن تسوي في هذا اليوم؟ عندك يوم واحد صيف وطول السنة شتاء. يعني أنا حبيت السؤال جدا لدرجة أني قاعدة أتخيل إيش راح أسوي لو كان صيف. ونبي نشوف تخيلاتكم معنا في الردود ونروح لأول الردود ونشوف من مين. أول الرد معنا زوز تقول أو زوز زهران تقول أطلع البحر أستمتع بأجواء البحر ونسميه وأخذ سمك وأستأجر خيمة وأجلس أمام البحر برضو اكتب على الرمل يعني كله بحر الوضع كله اجواء شتويه يعني مو اجواء صيفيه ابدا. غدوش الشهري تقول بستمتع بكل ثانيه فيه راح اصور وراح اسوي كل اللي بخاطري لانه هو بالسنه مره يعني من الاخر بحلله بالكامل. حلو يعني جابت التايهه قالت حتحلله بالكامل كويس. عندنا ساره بنت فهد تقول سؤال خيالي جميل بسوي رياضه عن سنه كامله لان بالشتاء يلا نتحرك. ايوه الاكل يكثر وقت الشتاء الاكل يكثر. زين تقول بناخذ شاليه اكيد واسبح وافتر. طيب عندنا غيداء تقول بقعد برا طول اليوم بخلي الشمس تصقعني بحلل ام الشمس الساطعه وشمس الشموس وجهة نظر والله يبغى لك تراجع بقول لك ايش راح تسوي في ذا اليوم. مرام نور ايش تقول اعاني من كآبة الشتاء كيف لو السنة كلها اكيد راح افكر كيف اهاجر خارج الكرة الارضية واروح لكوكب الزهرة الدافئ. يا اخي مرام الاجواء الشتوية في شيء اسمه كآبة شتاء؟ ما اعرف وزهرة ودنيا في كآبة صيف يا جماعة ما في كآبة شتاء في كآبة اوفر. مرام تقول لا بس يوم واحد صيف والله حلو اعتقد اني راح اتشمس وبس ما راح اسوي شيء ثاني. ويسعد مساكم هلا والله ومساك يا مرام. ونروح لانفال تقول طبعا راح استانس بكل لحظه بهذا اليوم بغير جو بكون ايجابيه لكن الحمد لله صرنا متعودين على الحر الله لا يحرمنا منه.
هلا والله يا انفال. ايميدو حفتح كل الشبابيك عشان يدخل الضوء ويتعقم البيت، واحاول امشي في الشمس عشان اخذ فيتامين د ويكندكم سعيد. نفس كلمه امي، افتح الشبابيك عشان تقتل البكتيريا والاشياء الموجوده. صحيح. نروح مين معانا؟ عبير تقول اطلع على البحر واستمتع بالشمس واشعتها طول اليوم مع التصوير، احاول قدر الامكان ما اضيع اي لحظه. ويكند سعيد عليكم طراد ولميا، وسعيد عليك اكثر يا عبير. هلا يا عبير. يعني صراحة ايش كنت تقولي انت لازم ايش اسوي؟ لا لا، انا الناس حسسوني بردودهم وتعليقاتهم انه نحن ما عندنا شمس في الاجواء الشتويه. يا جماعه ترى الشمس موجوده، يعني موجوده الشمس، في برد، في هواء لطيف، بس الشمس موجودة ما غابت. يعني حسسوني انه في ثلج قاعد ينزل علينا. لا، هو السؤال التخيلي الوضع الصيفي، انه اجواء صيفية، الشمس حارة جدا لدرجة انك يعني خمس دقائق تعرقي وتحري وتتعبي وكذا، يعني هذه الدرجة هم يعني. عشان كذا وصفنا كان دقيق جدا. يوم واحد صيف في السنة كلها، ايش قلتي لي؟ انا صراحة تراد ابغاك في اليوم هذا تفضلي على البحر تتشمس وتنحرق وتاخذ لون، عارف، عشان يصير في بالانس هنا. لا بالعكس، انا عجبني لوني. بس كذا شوي، عارف، بس لوني ممتاز. اي ما شاء الله، مره ممتاز، يعني جدا ممتاز. ما احتاج اضاءه عاليه، ما احتاج اضاءه. يبغالك تتشمس، صدقني لازم تتشمس في هذا اليوم. بس اموري طيبه يعني. طيب اوكي، نشوف، ما ادري، نجرب، ليش لا، انا معك والله، نجرب ونشوف ايش نسوي. عموما هو الاول التخيل اللي احنا بنتخيله ترى عشان نقدر قيمه الشمس اللي عندنا، عشان احنا بنمهد لكم انه الاجواء الشتويه هذه ما هي مستمره، وحيجي الحر ولا بد ان احنا نتاقلم، وانا عارف انه شويه صعب علينا، لكن حنتاقلم ايش ما يكون. بس حقيقي يعني اذا احنا بنتخيل، ففي ناس صح بتعيش فعلا هذه الحاله في السويد تحديدا، يعني صحيح. ما عندهم شمس، عارف، صحيح. ما عندهم صيف. فحقيقي يعني اذا كنتوا تبوا تعيشوا هذه الاجواء وهذه الحاله، يكون عندكم طول الوقت شتاء، تقدروا تهاجروا على طياره على السويد على طول. طياره ولا نكمل باقي الردود ونبرد بعد هذه الردود. يلا دقنا. ايش تقول؟ انا اصلا احمد ربي انه منطقتي ما فيها هواء بارد على طول، وكمان شويتين البرد هذه تنشف الواحد لو طول السنه قالب ثلج واذوب في الصيف. الله عليك يا دقنا. الله، من قلبها مهرة عسيرة تقول اطلع من البيت واكل ايس كريم واتحرك واسوي اي شيء، لانه البرد يخليني على طول مسدوحه. على فكره الايس كريم انا ما اكله الا في البرد، مو وقت الصيف. لا هذا غلط. بالعكس هذا صح. لا هذا غلط. انا اقول لك، ما نبي نختلف. انا اقول لك ليش صح. بعد الردود طيب لريهام تقول حجري الصاحيه واطلع من البيت واعيش كل لحظه، والله لا يقولها، اتخيلت الموقف انفجعت. يا للدرجه ذي وحشكم الصيف، لاحقين عليه يا جماعه. اروى تقول اذا انا في البرد بحر، اجل كيف الصيف، حشغل كل مكيفات البيت وادعي انه صب مطر عشان الجو يبرد، البرد ينشط، يزين البرد زينه. والله عكس الناس. اروى عهد ايش تقول؟ اجلس اكل ايس كريم وانا على البحر جالسه استمتع بالجو. هاف نايس ويكند. واكيد لك يا عهد. يعطيك العافيه عهد. مريم عفوا تقول حخرج من الصباح على مع رطوبه الجو واحس بلهيب الشمس في الظهريه وهواء العصرية العليل ورطوبة الجو بالليل عشان أحس بنعمة الشتاء. أحب الشتاء وقلب كبير. والله كلنا نحب الشتاء يا مريم. وفاء إيش تقول؟ مساكم جميل أحلى اثنين، أروح أشتري جميع أنواع الآيس كريم، العصيرات الباردة، وتحياتي لكم. وأكيد تحياتنا لك يا وفاء. ها تفضلي طال عمري، قولي لي ليش غلط أكل آيس كريم وقت البرد؟ أنا أقول لك ليش. لأنه في الصيف تكون انت حران وتعبان ومصدع، فتبغى شيء يبرد على قلبك، عارف، لما كذا شيء يبرد عليك وعلى قلبك، فما عندك غير العصيرات البارده او الايس كريم تاكله في الصيف. لكن انت بردان وحالتك يعني حاله وجو بارد وتتعب في الاجواء البارده ويصير لك احتقان وتزكم. بارد بردان وحالتي حاله، ليش حطيتي حالتي حاله مع البروده؟ عشان في ليش مو حران وحالتي حاله؟ لا لا لا، في ناس تمرض في الاجواء البارده. في ناس بالضبط كثير تجيها. انت الحمد لله كنا تعبانين قبل. في ناس بالضبط كنا تعبانين. لا هذيك كان فيروس وانا كان عندي حساسيه، قلت لك مو التهاب، بس الفكره انه في ناس يظل، في ناس اخرين لا. عشان كذا انا بالنسبه لي وقت البرد اعشق اكل ايس كريم. ليش؟ ما انا اقول انا عندي شيء منطقي اكثر. المساله حكايه هي على قولك البالانس الموجود داخل الجسم، وهذه جربتها من ايام المدرسه، كنت اجربها، كان الناس يشربوا شاي دافي كذا وبردانين وكل شيء، انا لا بالعكس اكل ايس كريم وشيء بارد عشان اخلي جسمي من الداخل بارد يتاقلم مع اللي برا، ما اقعد
أتفالي شويتين وأرجع أبرد مرة ثانية، على إيه طيب؟ مناكل آيس كريم وأبرد من داخل ويصير مع الجو ومشينا مع يا جماعة لا حد يسمع كلام طراد. والله جربوها. لا 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 لسه مجربها آخر شيء في آخر. لا حد يسمع كلام طراد أبداً. والله لسه هذه السنة اللي راحت مجربها. السنة هذه جربتها. ولا لا وأنا لو مو ممنوع من الآيس كريم، لو ماني ممنوع من الآيس كريم والله كان أكلت آيس كريم بس ما يمديني. لا 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 دائماً نسمع إذا كان. إيش هو اللي لا؟ إيش هو اللي لا خلاص؟ نسمع الحطب والشاي الحار والأشياء الحارة تاكلوها في الأجواء الباردة تدفيكم يا جماعة. لا حد يسمع كلام طراد، أنا غير مسؤول عن اللي بيقوله اليوم والله. أنا ما عندي شيء أقوله غير إنه ما في مشكلة، رأي لمية سليم واللي بيسمع كلام أي أحد ما في مشكلة، بس هو أهم حاجة إنه الواحد فعلا يفكر في حكاية الصيف هذا لو كان يوم واحد هتكون مصيبة كبيرة صراحة. وأطلع السويدة ما أدري عنود، أنت ما شاء الله عليك كيف قدرتي تبحثي عن المعلومة هذه، لأنه فعلا غريبة حتطلع السويد لو كان بيدك. لا طبعا حياة حلو الصيف، يعني احنا نشتاق، عارفة يكون في صيف يكون في شتاء، أشياء أجواء تجيك بعد صح. فترة تشتاق لها، تحب أيوة أنك تعيش هذه الأجواء في حياتك. في النهاية يعني كان مجرد خيال تخيلته معانا، وحقيقي نشكر كل اللي شاركونا رجوله. عنود تقول يا زين جدة ويجي الحر وبعدها نقعد نقول نلطم ونقعد نقول فين البرد وفين البرد، هذه مشكلتنا، نحاول نتعود. متعودين نحن أصلا. أي والله. أو مشاهدينا هذا كان سؤالنا على هاشتاج ساعتها في تويتر، ولسه مكملين بفقرات آخر الأسبوع لليوم، حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. وكل لي علاقة وثيقة في من الفعاليات أو الأشخاص. طيب ضيفنا من فريق، يعني خلينا نقول لكم من الشباب المختلف المجالات وعندهم كثير من الأمور، وتحديدا لما يجتمعوا مختلف المجالات إلى هواية واحدة هنا يصير في إبداع بالتأكيد يكون واضح خلال الفريق. خلينا نتعرف أكثر من عالم السيارات على كابتن عبد الرحمن العطاس، مشرفنا اليوم، كيف أمورك؟ الله يحييك. إن شاء الله طيب. شكرا للاستضافة. الله يعطيك العافية. هذا واجبنا أكيد. بس كنت بس قبل ما نبدأ عالم الدراجات. أي نعم طيب. مو إحنا إحنا فقراتنا في عالم السيارات دائما تدخل فيها الدراجات النارية والدراجات العادية ودراجة. دراج الحجاز راح نعرف اي شيء على كفرات في عالم السيارات دائما بيكون موجود اكيد، وخصوصا يعني فريق دراج الحجاز نبغى نعرف عنه اكثر، من متى بدا وايضا متى كانت الانطلاقه الفعليه لهذا الفريق. والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقتنا الفعليه كانت في عام 2015 في شهر اكتوبر. طبعا احنا مجموعه من الشباب كنا بنمارس الرياضه من اول، فبس حبينا ان احنا ننجز يعني نكون فريق له توجه يعني يدعم العمل التطوعي والاجتماعي والصحي والثقافي في المجتمع. حلو، طب كم عدد اعضاء الفريق الموجودين؟ والله حاليا عدد الاعضاء الفريق تقريبا 70 دراج يزيد شويه. جميل. طب ليش سمعتوهم يعني دراج الحجاز؟ والله سبب تسميه دراج الحجاز، مسمى الحجاز مسمى شمولي يعني يشمل المنطقه كلها. فاحنا حابين انه يعني يكون يعني المسمى لما انت بتقول دراج الحجاز ما حتسال من وين، خلاص معروفين هم من اي منطقه. فهذا سبب، وغير كذا انه اهل الحجاز كانوا يعني عمل التطوع عندهم من اول، فيعني يكون في رمز برضه العمل التطوعي. جميل، طب رؤيتكم في الفريق بتحمل كثير من الجوانب، انها الترفيه والدعم التطوعي زي باقي الفرق الموجوده، بس كيف بتحاولوا انكم تقاربوا بين الترفيه والدعم التطوعي الموجود؟ شوف احنا الفكره عندنا الاساسيه ان احنا بنمارس الرياضه اول شيء هي هوايتنا والشيء اللي بنحبه، فبنحاول ان احنا يعني نوظفه بأن يكون هو يعني وسيلتنا للعمل التطوعي، وسيلتنا للمتعة. فهذا هو السبب يعني اللي يعني الرياضة طبعا هي يسموها يعني نوعية الرياضات اللي رياضة باستمتاع، فهذا هو اللي احنا يعني بهذه الطريقة احنا بنوافق يعني بينهم. حلو، طب استاذ عبد الرحمن نبغى نعرف ايش هي اهم المشاركات التطوعية اللي قمتوا فيها، وهل هناك مبادرات يعني ايضا اطلقها الفريق قبل كذا؟ والله الحمد لله احنا بالاعمال التطوعيه يعني في مجالات كثيره، شاركنا في دعم اطفال التوحد، شاركنا في توعيه مرضى السكري. حاليا احب اوجه دعوه للمشاهدين كلهم، عندنا دعوه اللي هو توعيه اخطار السمنه زي كذا في مركز الياسمين مول. وشغالين على المجال هذا. بالنسبه للمبادرات كان عندنا مبادرات، عده مبادرات، بس من اهمها اللي هي مبادره كانت لا للتعصب وقت الديربي ما بين الاتحاد والاهلي. تعرف المجتمع يكون متشنج شويه. هذه مبادره تشدد موسمي. نعم، استضفنا لعيبه من الفريقين واطفال، فكانت شيء جميل جدا، كنا نفذناه عند تقريبا مدينه الملك عبد الله الرياضيه.
حلو. قبل الديربي بيوم وبيومين. طيب هذه بالنسبه للمشاركات، خلينا نتكلم على الامكانيات اللي موجوده، هل هي مناسبه لممارسه هذا النوع من الرياضات عفوا؟ يعني اتكلم على الاماكن وعلى الفاسيلتيز الموجوده، هل هي يعني متوفره بشكل كبير ولا تتكلم على الطرق مثلا؟ يعني بشكل أو الدعم. ما ابغى لا اتكلم على الاماكن اللي تمشي فيها. والله شوف، احنا عندنا كدراجين في على مستوى المملكه في عندنا اللي هو بسموها ثقافه القياده المركبيه. كيف احنا يعني هو اللي احنا خلينا نتكلم عن، انت بتقول الطريق للمركبات، فاحنا يعتبر من المركبات. فاحنا في ادوات سلامه معينه بنستخدمها بحيث ان احنا نمشي في الشارع نكون ظاهرين بخط، يعني ظاهرين بشكل واضح لل ونحتاج برضه من الجانب الاخر من هو اللي هو قائدين المركبات السيارات انهم برضه يتفهموا احنا ايش بنسوي. انه هذا الموضوع يعني في اماكن ثانيه وسائل المواصلات تقليديه يعني الناس بتروح بتيجي فيها، احنا هنا عندنا شويه بس في مقاومه بسيطه يعني الناس ما. هذا بالنسبه للمركبات اللي يعني اللي في نفس الطريق، بس اتكلم على الطريق نفسه او الاماكن اللي بتمشوا فيها. لا هذا كان سؤالي. طيب احنا بالنسبه لنا احنا بنحاول يعني احنا بنمشي في الاماكن الامنه، لكن عندنا ايمان ومبدا ان احنا الطريق حق للجميع. فبغض النظر الطريق هو اوكي، في شويه يعني الطرق عندنا شويه يعني، لكن هذا يعني صعوبات ما يمديكم تمشوا في اي مكان عشان الطرق ما هي ممهده. على سبيل المثال مثلا احنا لو نبغى نقطع الحين طريق الملك ما نقدر بالدراجات لانه ما في اي يعني الخط يعتبر هاي واي في وسط البلد، فما نقدر يعني نطلع. ما في طريق للدراجات؟ لا، في يعني طريق مخصص للدراجات ما في. ايوه ما في طبعا. حتى لا حتى قطعتكم للطريق يعني مشكله وفيها خطوره عليكم وعلى غيركم. طبعا فيها خطوره علينا وفيها خطوره على السائق نفسه. يعني السائق يكون ماشي في يعني بسرعه معينه وفجاه يطلع له دراجه، يعني بقول لو كان بكثير ماشي كم سرعته حتكون. صحيح. فيكون في خطوره على الطرفين. هو الافضل انكم تكونوا في الاماكن المخصصه لكم والاماكن اللي تكونوا فيها امنه، يعني الطرق العامه يعني يفضل انكم ما تكونوا متواجدين فيها كثير. بالعكس اختي لميا، احنا نبغى نكسر الحاجز هذا انه الناس يتقبلونا في اي مكان. احنا بس في عندنا فئه اللي هي فئه الاشبال اللي هم تحت 12 سنه، هذول هم اللي احنا بنحاول ان هم يكون لهم مكان خاص. ما في سيارات زي كذا. هذا لكن احنا كدراجين احنا بنمارس حياتنا، يعني في بعض يعني شباب الفريق بيروحوا اعمالهم بالدراجات. فهذا هو الفكر انه احنا نبغاها تكون ثقافه، انه يكون المجتمع كله متقبل شخص ماشي في الطريق بالدراجه ويعني بشكل طبيعي. وهي يعني ثقافه ترى يعني موجوده في الغرب على فكره. صحيح. بيروحوا بدراجاتهم بيعيشوا حياتهم ولهم طرق خاصه ولهم حقوق ولهم اشياء كثير. اعتقد احنا يبغى لنا شويه وقت. هذا فيها مركبات ثانيه غير الدراجات في بعض الدول. فبسالك استاذ عبد الرحمن، يعني دعم مسيره الفريق من الاشياء الضروريه جدا لتطوير هذا الفريق، خصوصا في الفتره الاخيره صرنا بنشوف فرق دراجات كثيره. بيعملوا برضه عندهم نشاطات اجتماعيه ومبادرات. فكيف بتحرصوا على الاستمرارية الصحيحة لهذا الفريق؟ احنا في عندنا اخت لميا، في عندنا شركاء نجاح يعطيهم العافية، بس اذا تسمحوا لي انا زقزوق الجاريات وعطلات الجولان، هذول بيدعمونا، بس بيدعمونا في مجال ايش؟ انه لما يكون في عندنا مناسبات يوفروا لنا يعني الاشياء اللي احنا بنحتاجها للمناسبات هذه. غير كذا في اجتهادات، احنا يعني بنطرق ابواب مثلا الاتحاد السعودي زي كذا، وفي دحين تقدم مره كويس في الموضوع هذا، ان شاء الله نتمنى انه يكون في تفاعل اكبر معانا ويصير يعني ما نحتاج يعني يكون في عندنا مصدر يعني بيغطي الفريق، خاصه احنا عمل تطوعي ما هو ربحي. صحيح. يعني اذا كان في دخل يكون مصاريف الفريق او في اللي بيصرف في الاعمال التطوعيه، لما يكون مثلا عندنا مشاركه خليني مثلا اقول لك في مثلا في ينبع او في المدينه، اكيد طبعا يبغى له مصاريف. صحيح. فهذا احنا بس تغطية الجانب اللي يحتاجه الفريق عشان يكمل رسالة العمل التطوعي. هذا هو اللي بنحتاجه. حلو. انا برجع لنقطة مرة مهمة، يعني انت ذكرت في ان في بعض الناس او بعض من اعضاء الفريق بيروحوا دواماتهم بالدراجة. قد وردتكم بعض التعليقات السلبية او التعليقات الغريبة او يعني بالنسبة لهم؟ هو في الأخير احنا خلينا يعني لو قلنا نسبه تناسب، احنا لما بنمشي بالعكس في ناس بيشجعونا قله قليله هي اللي يعني بتعلق عليك تعليق سلبي، لكن في ناس بالعكس ممكن بيقول لك انت كيف بتسوي كذا ما شاء الله يعني عندكم الجرأه وهذا. فبالعكس الحمد لله في الفتره الاخيره بالعكس يعني انا بشوف ان التعليقات صارت ايجابيه اكثر منها سلبيه. وهذا شيء يفرحنا طبعا، هذا معناته ان احنا بدأنا نوصل رساله، بدأت الناس يعني تتقبلنا في المجتمع انه في مجموعه دراجين بيروحوا دوامات مثلا الدراجات. اطفال صحيح. حاليا عندنا بيطلعوا يعني بالدراجات بس يظل في فئه يعني
مقتنعين بهذه الفكره. نعم نعم، وعشان كذا هذا حكايه اي يعني اي رياضه او اي حاجه لازم يكون في تكاثف من المجتمع كله انه هو يدعم التوجه هذا، يعني دعم مثلا من حقوقنا المروريه مثلا، انه والله التعرض مثل ساقين الدراجات، وفي الانظمه هذه موجوده تمام، فالناس يتوعوا فيها ان الموضوع مهين هذا اكيد، بس هذا كله بشر يعني ماشيين على هذا شيء جديد ومستحدث على العادات اللي نحن يعني متعودين عليها بالضبط، واي شيء جديد على اي مجتمع دائما يكون في مقاومه. صحيح طبعا، فهذا هو السبب. طب بوصلك على اصغر فئه عمريه، بما انك ذكرت انه عندكم كمان فريق الاشبال، فكم او من هي اصغر فئه عمريه ممكن تشارك معاكم؟ عندنا من 4 سنوات. ما شاء الله، عندنا من 4 سنوات على فكره، بس النقطه هذه احنا الحمد لله فريقنا عندنا من 4 سنوات الى ما فوق ال50، فهذا تنوع عمري يخدم الفريق ما شاء الله، بالعكس يخدم الفريق بشكل كبير. يعني احنا لما نكون عندنا فعاليه نحضر في من 4 سنوات الى 50 سنة، فالناس تكون تفاعلها تقبلها لنا وتفاعلها معنا بشكل اكبر يعني. حلو حلو، يعني الان هو الدراج الحجاز ممكن اي احد ينضم لهذا طبعاً الفريق طبعاً. كيف طريقه التواصل على الطريقه في عندنا اللي هي مواقع التواصل السوشيال ميديا كلها حجاز سايكلست بالعربي وبالانجليزي حيطلع معك، وفي عندنا اللي هو برضو الارقام حق الفريق. بس هل في شروط معينه يعني، هل في تعقيدات بعض الامور او عندكم يعني ستاندرد معين عشان ما تبي تخرجوا عن سياق احنا الستاندرد الفريق؟ اللي عندنا شيء واحد، مو علشان عشان نفسك اللي هو انت لازم تكون متقيد بادوات السلامه اللي هي الاضاءات الاماميه والخلفيه وخوذه الراس. هذه اللي احنا نحرص عليها. لا يعني اتكلم كاشخاص يعني لازم توفر في حاجات معينه عشان ينضم للفريق؟ بالعكس، ما كل الكل مرحب فيه على فكره. نوعيه رياضه الدراجات من اللي ممكن اي حد يعني، سواء عنده سمنه سواء نحيف، بس انه في تناسب الكل فعلا. طبعا هي تناسب الكل، هي تناسب الكل يعني، وحتى ما لها عمر. احنا نقول ان هذه الرياضه ما لها عمر. قبل فتره احتفلوا اكبر رياضه في العالم تقريبا عمره فوق ال100 وبيركب دراجه، اكبر رياضه اخذت في العالم في مسابقه جينيس. صحيح، يمكن من الرياضات الآمنة نقدر نقول، والرياضات اللي ممكن يعني حتى تساعد في التقليل من السمنة لفئة كبيرة يعني. تعتبر رياضة جدا جميلة ولها فوائد كثيرة خصوصا لممارسي هذه الرياضة. حقيقي يعني كابتن عبد الرحمن العطاس المتحدث الإعلامي لفريق دراج الحجاز، نشكرك على تواجدك اليوم معنا في ساعة شباب، وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق. بالعكس أنا أشكركم، ويعني كانت فرصة جيدة تسليط الضوء على هذه الرياضة. الله يسعد واجبنا، شكرا لك، يعطيك العافية. هنكمل مع بعض بعد الفاصل الأخبار والسوالف، ممكن تتناقشوا في أي موضوع لبال ما نخلص الفاصل، ونرجع لكم بكل جديد، ترقبوا في ساعة شباب. يا هلا في كل اللي يتابعونا ومستمرين معاكم بفقراتنا. وصلنا لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. ومن عالم السيارات مستمرة الأخبار والإنجازات لاتحاد السيارات اللي بيفتح باب التسجيل للمشاركات في رالي حائل، وهي استعدوا. تفاصيل الخبر بتقول انه اعلنت اللجنه الفنيه في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه على فتح باب التسجيل وللراغبين بالمشاركه في رالي حائل نيسان 2017 لهذا العام، اللي هو الكروس كونتري اللي ينطلق بتاريخ 31 مارش او مارس المقبل، ويستمر لمده 6 ايام في تنظيم الهيئه العليا لتطوير منطقه حائل تحديدا بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بالتأكيد والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة، كلها بيجتمعوا في هذا التنظيم وفي هذا الحدث. راح طبعا تستمر فترة التسجيل الأولى اللي حددتها اللجنة الفنية في الاتحاد مدة شهر إلى ما تنتهي في 15 مارس المقبل، وعلى أنها تبدأ بإذن الله في فترة التسجيل الثانية اللي تستمر قبل انطلاق الرالي. وبرضه يقدروا اللي يرغبوا في المشاركة التسجيل من خلال الموقع، عشان تقولوا قلتوا لنا خبر بس ما عندنا الموقع. الموقع هو samf.government.sa، اللي هو samf.gov اللي هو gov.sa. طبعا تعبوا نموذج الاشتراك، راح تكون عندكم فرصة للتسجيل، وألحقوا إن شاء الله. ما أعرف، أعتقد ممكن تكون في محدودية في العدد، وبرضو حيكون في تسجيل لسباق السيارات بفئات الأربعة اللي هي T1 T2 T3 وأيضا باقي الفئات، بالإضافة إلى سباق الدراجات النارية. هذه الفئة جدا مهمة والناس كثير بيتحمسوا، بيلاقي فيه إبداعات في هذا السباق في موسمه الخامس بالفئتين اللي هي 450 ودراجات الكواد. كل هذا موجود بإذن الله
في رالي حائل، ترقبوا ايش اللي راح يصير. حقيقي رالي حائل من اجمل نقدر نقول صحيح. المسابقات اللي بتصير، بنشوف فيها الكثير من ابداعات الشباب، يعني هم بيكتموا ابداعاتهم ويطلعوها في الاشياء المصرح لها، الاماكن المخصص لهذه المسابقات، وهذا خصوصا في عالم السيارات او الدراجات الناريه، في صحيح. هذا المكان تحديدا يقدروا يطلعوا فيه الشباب كل ابداعاتهم وهواياتهم. هذا اللي احتاجه. عموما نروح للخبر الثاني الموجود معي اليوم، فقره الاخبار نوعات، وبسالكم واسالك اطراد، متى اخر مره سمعت فيها نوكيا؟ ايش هو؟ متى اخر مره سمعت فيها نوكيا؟ قبل لما كانوا بيحاولوا يضاربوا على الجوالات الذكيه في 4 سنوات 5 سنوات اعتقد. قبل 5 سنوات؟ او 4 سنوات، لانه كان في اصدار. قبل لا لا كان في لانه في اصدار. ايوه بيحاولوا كان في. انت قاري خبري؟ قاري خبري، كان في اصدار وفشل. أيوة بعدها. لا ماني قاري والله، بس من جد صحيح. صحيح بس حقيقه يعني اذا جينا جبنا طاري نوكيا خصوصا في الهواتف الذكيه، يعني متى اخر مره نفتكر قبل 10 سنين اخر مره كان فيها مع نوكيا جوال نوكيا. ايوه كصيت ولو أيوة اسم. ايوه نوكيا كان من زمان. أيوة عموما اخيرا نوكيا تعيد إطلاق هاتفها 3310، وطبعا أعلنت الشركة المصنعة للهواتف نوكيا أنها ستعيد إطلاق أو طرح هاتف نوكيا 3310 الذي تم إطلاقه أول مرة قبل 17 سنة بميزات تقنية بسيطة جدا، وحظي بمكانة مفضلة لدى مستخدميه بفضل صلابته وقوة بطاريته. من المترقب أيضا أن تعلن الشركة عن النسخة العصرية من نوكيا 3310 في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة نهاية فبراير. ثمن الهاتف حيكون تقريبا $63، لكن موعد وصوله إلى الأسواق لم يعرف بعد. وأيضا حظي هاتف نوكيا 3310 منذ إطلاقه قبل 17 عام بشعبية كبيرة جدا، لدرجة دفعت شخص بريطاني إلى عدم التخلي عنه إلى الآن، معتبرا أن في مزايا تفوق مزايا الهواتف الذكية. وطبعا إذا جينا نتكلم على نوكيا ايام الباندا والاشياء القديمه، قبل العنيد والرهيب، يعني حقيقي كانت ذكريات جدا جميله للامانه. ولكن يعني اذا تكلمنا عن ميزات في الهاتف، فحقيقي ما كنا نشوف انه الجوال اصلا تخلص بطاريته او يخرب او ينكسر او يصير له شيء الا بعد ما خلاص يقول ارحميني. والله حتى بعد ما خلاص ما يصير له شيء. امي انا والواحد لما لو اخذ الجوال ورماه في الجدار والله ما يصير له شيء. ايوه ما يصير حقيقي. جوال جوال لا اصيل اصيل يعني. مره كان صراحه ما في زيك يا نوكيا. والله بس عموما احنا يعني كل ما تطورت الجوالات كل ما صارت اكثر حساسيه، وكل ما يعني ما ادري ايش صار فيه، راحت السنسور، راح الشاشه، راحت التطبيق، يعني البطاريه، الاشياء كثير. اعتقد هذه السياسات الجديده انهم يطلعوا جوالات تخرب بسرعه عشان نشتري جوالات أي جديده. مده سنه كل ما ينزل اصدار جديد يلا لازم تشتري الاصدار. تضطري والله العظيم تضطري، ما يمديك سواء الايفون ولا الثاني ايش اسمه الاندرويد، يعني الاي او اس، نظام الاي او اس او نظام الاندرويد، كلهم الاثنين يعني صحيح زي بعض. عموما احنا من يعني اخر اصدارات للجوالات الى رمز سري في الايفون من اجل انترنت اسرع، وهذا اخر الاحداثات الجديده اللي نزلتها ايفون. يقول لك لما تعتمد الانترنت من خلال شبكات الهاتف تحديدا اللي هي باقات البيانات، فان سرعه الاتصال ترتفع وتنخفض من مكان لاخر، هذا شيء بديهي ومعروف. عشان كده اذا كنت تمتلك ايفون فهناك حيكون رقم سري تتصل به يساعدك انك تتعرف على المكان اللي يوفر اسرع اتصال بالانترنت، وهذا احنا ما كنا نعرف عن هذا الموضوع، وحيساعدنا مره كثير في اماكن كثير. اوقات كنا يعني بنتورط في حكايه الاتصال الموجود للانترنت. الطريقه بسيطه جدا، ادخل اللوحه المخصصه لاجراء مكالمات هاتفيه جديده في ايفون، زي كانك بتتصل باي رقم. طيب بعد كده ادخل الرقم الواضح في الصوره الان، هذا اللي احنا شايفينه، اعمل سكرين شوت او على اساس انه احنا في سناب. أيوة. اوكي تصور الشاشه قصدي بهذا الرقم بشكل دقيق، وبعد كده اضغط على زر الاتصال اللي هو نجمه 300 بعد كده 1 هاشتاج 1 2 3 4 5 هاشتاج نجمه. بعد كده اتصلوا، راح تظهر لكم شاشه، راح تلاقوا اعلى هذه الشاشه بالقرب من مكالمه فون رقم، وبالقرب منه برضو إشارة سالب. هذا الرقم هو مؤشر لقوة التغطية الموجودة الآن عندك في الجوال، وبالتالي سرعة اتصالك بشبكة الإنترنت. وكل ما قل هذا الرقم كل ما حصلت على إنترنت بسرعة أعلى، مو كل ما زاد، كل ما قل الرقم كل ما كان إنترنت عالي السرعة. برضو تفيدك هذه الطريقة في تحديد برضو الأماكن الأفضل لتركيب
جهاز الشبكة اللي هو الراوتر في حال كنت بتعتمد على شبكات هواتف جوالة ثانية من باقات البيانات في اتصالات الانترنت، لأوقات تشبك جوال على جوال عشان الشبكات، هذه حتساعدكم كثير. وأخيرا والله عرفنا، والله تقول لي بعد الميزات هذه كلها وكمان ما نشتري؟ لازم نشتري غصب عننا نشتري، مو مضطرين والله أبداً. مضطرين حقيقي مضطرين. عموما خلونا نروح لخبر الأخير، ومن الواضح أنه شهر مارس راح يكون شهر للمفاجآت والمشاركات والمسابقات لكل المجالات ومختلف المجالات، مع خبر اليوم لمهرجان أفلام السعودية يختار أعضاء لجان التحكيم بعد تسجيل 252 مشارك ومشاركة، وتجري استعدادات النهائية لمهرجان أفلام السعودية في دورته الرابعة والمقرر في شهر مارس المقبل، التي وصلت المشاركة الكلية إلى 252 مشاركة بتسجيل 136 فيلم من الأفلام، وأيضا 116 مشاركة في السيناريو، وسيتم الإعلان عن الأفلام والسيناريوهات المقبولة الأسبوع المقبل والمتنافسة على مسابقة الأفلام الروائية، وأيضا مسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة السيناريو، وجائزة مدينة سعودية، بالإضافة إلى جائزة أفضل بوستر للأفلام المشاركة، وأيضا سيتم منحها طبقا لنتائج تصويت جمهور المهرجان. وطبعا تخضع هذه المشاركة السعودية إلى لجان تحكيم متخصصة في الأفلام والسيناريو. يعني أنا صراحة أتذكر السنة اللي فاتت لما ذكرت مثل هذا الخبر بالضبط، وأيضا استضفنا معانا أستاذ من جمعية الثقافة والفنون عشان يتكلم عن مهرجان الأفلام. صحيح، فحقيقي يعني مرت سنة وسبحان الله بنشوف إنجازات شبابنا وشاباتنا في هذا المجال تحديدا زادت، وصارت يعني ممكن تنافس صحيح. دور أوروبا وتنافس مهرجانات برا السعودية بالراحة. وطبعا برضو أنا ما أقدر أنسى الحدث لأنه أنا كنت مقدم الحدث الموجود صحيح. اللي هو المهرجان السعودي للأفلام، حقيقي كان مهرجان جميل جدا مميز، وكنا كلنا فخر بالحدث الموجود، كان الأول من نوعه والآن باستمراريته، وننتظر الأكثر، بس أهم شيء شباب همتكم في إنجازاتكم وأفلامكم، لا عاد تقولوا ما عاد صار عندنا منصة، في منصات موجودة والدعم موجود. صحيح. مشاهدينا مكملين بفقرات الآخر فقرة لهذا اليوم، والفقرة اللي دائما نقول عليها إيش يا طراد؟ فقرة الأسبوعية، فقرة السلطنة، مزاج مخمخة. نطلع فاصل ونرجع لكم. أجواء نهاية أسبوع وآخر حلقة في هذا الأسبوع، وأكيد مع ضيفنا اليوم اللي حب المجال الفني وأيضا صاحب صوت جميل ويقدم الفن من وجهة نظره، ما حطول عليكم أكيد، اسمحوا لي أرحب بضيفنا الموجود معنا اليوم الفنان أحمد خروبي. أهلا فيك معنا في ساعة شباب. كيف حالك أحمد؟ إن شاء الله طيب. الحمد لله. الله مشرف ومنور يا حبيبي، الله يعطيك العافية. وجودكم الله يسعدك. طيب بداية يعني خليني أبدأ من بداية البداية. بدايتك كانت كمقرئ، ووالدك ايضا كان يعني معارض لدخولك هذا المجال، عشان نبداها ونكون واضحين في الصوره، وكيف كانت يعني كان دخولك المجال صعب شويه، لكن قدرت انك تقنعه في الاخير، وقدرت انك انت يعني تستشير وتتكلم معه الى ان وصلت لهذه المرحله من اللي تعتبره اكيد نجاح لك. لما نعرف بس تحدثنا عن هذه البدايه، هذه الفتره، وكيف صار هذا يعني الاختلاف. والله أول شيء البداية كانت مرة صعبة بحكم إنه أبويا الوالد يعني شوي ملتزم، فكان من الصعب إني أقدر أقنعه. فالحمد لله يعني أمور الوقت يعني خلاص استسلم ورفع الراية. قال خلاص انطلق. خلاص. بس طبعاً كله برضا وكله بطيب. أكيد وخلاص. أكيد أي طبعاً. أي أكيد جميل. طب أحمد يعني طرحت أول ألبوم لك في عام 2000 ولكن ما لاقى انتشار واسع بين الجمهور، فأنا بنعرف برأيك إيش هي الأسباب؟ والله الأسباب كثيرة. الأولى كان في كواكب من النجوم اللي كانت موجودة في الساحة الفنية، غير كذا الخبرة ما كانت معايا خبرة كافية إني أنقل الأعمال الصح. ذيك الأيام كانت صعبة يعني الواحد يطلع كذا بين النجوم الكبار دولة. صحيح، خصوصا مع عدم وجود السوشيال ميديا. لسه بدي أقول ما كان في السوشيال ميديا. بدأت من وقتها تعزف على العود ولا من متى؟ أي من وقتها. من وقتها على كذا إلى الآن أنت وصلت لمرحلة احترافية، خلينا نقول في عزف. والله على قدي. لا بس ما شاء الله يعني تقدر تعطينا كثير. طب إحنا إيش رأيك نسمع شيء الآن؟ إيش حتسمعنا؟ سمعكم لعبد المجيد. يلا. طبعا هذه الأغنية مرة أحبها أنا. اللي هي؟ انتحل شخصيتك. انتحل شخصيتك. الله. ماشي. كلنا نحبها والعنود تحبها. انتحل شخصيتك، وقف أمام مرايتي،
وضمني واحبني واحكي لي والسوى زمان وش حيلتي لا صرت لي بالدنيا هذي حاجتي مع اني ما كنت اعتقد ذا الحب يلقى بي مكان هزمتني هزمتني وقلك تفيني راحتي كم قلتها ما راح أحب خداني برك يا الأمان علقتي خليتها باللون الأبيض رايتي مستسلمو كل رجا واجي كل لك حناني هزمتني هزمتني وقلك تفيني راحتي كم قلتها ما راح أحب خداني برك يا الأمان علقتني خليتها باللون الأبيض رايتي مستسلمو كل رجا واجيك كل لك حنان يعطيك العافية أحمد. سلمت. طيب أحمد أنا أبغى أسألك حاجة يعني هو من 2000 من نزولك الألبوم إلى آخر عمل لك حنتكلم عنه بعد شوية لكن أنا بعرف الفترة هذه كلها إيش أكثر شيء يعني كانت من أبرز الإنجازات اللي عملتها كغنائية؟ والله من أبرز الإنجازات اللي يعني قدمت في برنامج عرب آيدول يعني هذه كانت من أقوى النجاحات يعني جميل. طب أبى أتكلم حتى خلينا نتكلم على ال خلينا نقول الحفلات الخاصة الغنائية الجلسات قد إيش أضافت لك وقد إيش أعطتك؟ والله يعني الحمد لله يعني الحفلات الغنائية بالذات في شو اسمه مهرجان قطر جميل قدمتني للناس الحمد لله وقدرت أوصل للناس واحدة من النقاط المهمة بالنسبة لك حلو 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 حلو. طب وكمان قدمت سنجل جديد خاص فيك بعنوان مطنوخ نبغى نعرف يعني إيش يعني مطنوخ وكمان تكلمنا أكثر عن هذا العمل والله العمل هذا طبعا إنتاجي قلت بقى لازم يعني خلاص طولت على الناس يعني لازم نزلهم سنجل والسنجل هذا كان كلماته والحان مهم وشرافي طبعا لو كم قديش نازلوه تقريبا 3 أسابيع ثلاثة أسابيع حلو اسمه غريب ما أعرف ما تبى تسمى أنت شاتب تبى الناس يسمعوا بنفسها صح؟ أيه أكيد طيب أوكي إحنا طبعا نقول لكم مطنوخ لعمل جديد لأحمد خروب اسمعوا بس لازم نسمع شيء ثاني صح؟ أي لازم أكيد. نسمع شيء ثاني شو حتسمعنا اليوم طبعاً. أنا طربانة على العود صراحة الله من أكثر الآلات اللي ما شاء الله عليك أحبها طيب إيش حنسمع؟ تفاجئنا أديكم لطلال يلا تسمع. يلا سلام ظالم لكن في القلب لسه هوى ظالم لكن في القلب لسه هوى كم قلت بكرة يحن ألقاه يزيد بجفا كم قلت بكرة يحن ألقاه يزيد بجفا ينسى الهوى ينسى قولوله لا ينسى ينسى الهوى ينسى عشاني ليش تنسى يعني عشان أهوى يعني عشان أهوى يعمل كذا فيا فين عطفه فين شوقه يا ما
سكينية واحنا بنتعاد وحلف لبعنية فين عطف وفين شوق ويا ما بكي ليا واحنا بنتعاد وحلف لبعنية يا عيون الخاص لما تهانية هي عيون الخاص لما تهانية ينسى الهوى ينسى عشان ليش تنسى اطراد تنسى عشان ليش تنسى يا لم يا ياني عشان هوا ياني عشان هوا يعمل كذا فيا الله عليك يا أحمد ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك أحمد شكرا على الكلمة يعني بس واحد ما أنا ما أعرف الواحد من يقول اسمه أحد ما أعرف يعني شكرا سلمت بس خلينا يعني نتكلم في حاجة كمان الآن الآن الساحة ما شاء الله صارت مليانة وأنت لك يعني لك يعني يعني باع طويل في 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 الساحة الفنية خلينا نتكلم يعني بصدق أكثر لكن الغناء والفن يحتاج له استمرارية مع إنك شوف بدأت من 2000 لكن إلى الآن يعني الواحد بيحاول يطلع صح. أعماله بيحاول يستمر صح. قد إيش المنافسة بالنسبة لك الآن صارت سهلة صعبة وعيد أكثر على طريقة المنافسة خلينا نكون يعني والله أكيد أكثر. لأنه في أصوات الآن طالعة صراحة أصوات ما شاء الله تبارك الله مخيفة فأنت لازم تكون منافس يا تكون شرس يا بلاش فالفن لازم تكون ذكي قبل لا تكون يعني في ناس كثير عندهم أصوات حلوة بس ما يقدر ما هم عارفين كيف يستغلوها صحيح فالفن ذكاء قبل يكون صوت يعني صحيح أحمد إيش جديدك بعد أغنيتك جديد إن شاء الله جالس أجهز ألبوم إن شاء الله بإذن الله بس ما حنزل ألبوم حنزله سينجل إن شاء الله حلو ممتاز أكيد الفنان أحمد خروب سلطنتنا ويعني أسعدنا وجودك معنا اليوم ساعة شباب أكيد أتمنى لك كل التوفيق وراح نختم معك بأغنية بس بعد ما نختم الحلقة يعطيك العافية بس إيش حجهزنا قبل؟ طيب ما في بالك قبل ما تفكر أنت تمسك العود وتجي الأغاني وقتها إحنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من ساعة شباب حنكمل معكم بإذن الله الأسبوع الجاي في حلقات جديدة إيميل البرنامج وهاشتاج ساعة شباب موجودين هاشتاج ساعة أندرسكور شباب عشان تتغردوا معنا في أي وقت حابينه في تويتر وأيضا أي إنجازات أفكار حياكم الله أكيد بكذا نقول لكم فمان الله معكم أنا لمياء غالب أنا كنت معكم طرات سندي كونوا بخير نختم مع أحمد غروب أحمد خروب مع السلامة محرومين أهيان